كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. بالنسبة لقطاع اللوجات، علاش اليوم ما تفعلش عمان منشور؟ في بالي من واضح، أنا وضحنا من في الإعلام، وفضحنا في الفيسبوك، في الواحد في وضحنا ونزيد نوضحوا. أنت هكا صحافي وأنت على هكا مباشر في محطة النقل، المنشور اللي قال عليه باش نهزوا الطلبة باش نهزوا التلامذة باش نهزوا المربين، ما موجودش حتى في المحطة، تمش وحي فيش باش تلقوه المنشور هذا. كيفاش باش نعرف أنا هذا طالب وهذا مش طالب؟ كيفاش مطلوب عليه أنا نقول بربي هات الترخيص نتاعك؟ لا، الدنيا مش واضحة. أنا اللي سير ما نعرفش كيفاش يسيرها، ما نعرفش كيفاش احنا توا مع ولات عندنا تجربة مدام شهرين حبسين شهرين ونص، احنا المماطلة 25 الأولين 20 يوم نقول ما احنا توا رانا ولينا حابين. أنا قطاع بصراحة المنشور هذايا ما نجموش نرجعوا به خلاص، خاطر هو ما يتمشاش معانا خلاص، ما يتمشاش مع القطاع خلاص، وما نجموش نطبقوه على الواقع. وهاي موجود أنت في وسط المحطة، احنا المحطة محلولة، احنا راه ما تفعلناش. الأسباب العدة، الأسباب عدة، احنا توا ما نحكوا توا لأن كنت في تطبيق المشروع هذا ما نجموش نطبقوه خلاص. ولكن احنا رانا ما عندنا حتى اشكاليه خلاص. عندنا اشكاليتنا النقل، السوبرات، الواحد بطاله، انا بطاله بطاله. ناس عايلت رمضان وتبارك الله كيفاش عايلت، واحنا مهلو فينا في 200 دينار و 103 ملايين اللي بيهزوا من التامين، والمليون ما ثم حتى شيء. احنا في تطاوين صدقني اللي عندي 2% ياخذوه، ثم 2% اللي ياخذوه 200 دينار، هذوما اصحاب رخص، السوبرات ما ياخذوها حتى واحد. كيفاش بدهم يتفاعلوا معاهم السوبرات؟ كيفاش مش يخدموا؟ ما فهمتش كيفاش احنا نسوي. مصطفى مارس، مراقب الانهيار الجوي لقب بتطاويل. نحن الان على مستوى اداره جهويه بجميع اعوانها موجودين على محطه نقل بري بتطاويل لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها من قبل وزير النقل، والتي تقتضي نقل التلاميذ والطلبه خلال الفتره الممتده من 26 الى 27، حيث سخر الوزير جميع أصناف النقل العمومي غير المنتظم لنقل التلاميذ والطلبة إلى أماكنهم. في صورة تعذر سيارة الأجرة الأول التي صدر من شأنها بلاغ من قبل الغرفة عن الامتناع عن نقل التلاميذ والطلبة، فإننا سنقوم بتسخير وإعطاء التراخيص سيارة التاكسي والنقل الريفي لنقل الطلبة والتلاميذ. نتجه إلى شركات جهوية النقل الحافلة. لحد الآن سيارة الأجرة اللواج لم تقدم هذه الخدمات حيث رفضت تقديم الخدمة، ولذا سنلتجئ بعوان ومراقبة إدارة جهوية النقل إلى إسناد تراخيص لجميع التاكسي الفردي، سيارة التاكسي الفردي وسيارة الأجرة الواج أزرق داخل الولاية وسيارة النقل الريفي لنقل التلاميذ والطلبة. ويجب من التلاميذ والطلبة أن يكون لهم ترخيص إلى المكان المقصود.